إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في درس جديد ديال الفيديو بوستيل، سواء بالنسبة للسنة جيد عمو الشباب كذلك السنة أولى باكالو باكالوريا وغير هذه المستويات غاليه. إذن بالنسبة لهذا قبل ما نبدا الدرس ديال الفيديو بوستيل، أولا إذن كنحبكم جميع الجدد والقدماء، كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في اختبارات يعني المراقبة المستمرة وكذلك الامتحانات. إذا قبل ما نبدأ لا تنسوا الضغط على الاشتراك القناة والضغط على الجرس ليصل كل جديد. دابا غادي ندير عندنا الفوكيغ دو ستيل، والفوكيغ دو ستيل هذا الفوكيغ دو ستيل شنو هو؟ يعني دابا وصلنا الفوكيغ دو ستيل هو يعني هو اللي كيخلينا باش نزينو الكلام ديالنا، باش نغيروه شوية، يكون فيه واحد التحول مزيان. بالنسبة ل دابا ناخد الطباشير بيضا هاكاك مزيان مزيان. عندنا الفيغور دو ستيل درنا البيرسونيفيكاسيون، ياك في الفيديو اللي ما شافوش يمشي يشوفو، يحكي عليه البيرسونيفيكاسيون بالبساطة ديالو. لا كومباريزون دابا غادي عندنا لا كومباريزون، هذا يعني جوج لي رابور جوج مزيان. اذا نلقاو هاد الجمل، ايتياتل اي بلو غران ك بولينيس، هنا يعني ايتيوبل يعني الشخصية، هذا الشخص وهذا الشخص كاين في الوط امير غي الى اللي كان في الجبر المشترك راه غادي يعرفوا السنة المقبلة، اللي كان في الوطن الكبيرة عفوا إثيوبيا و بولينيس هما الإخوان، يعني إثيوبيا إي بلو غران ك بولينيس. إذا كما تلاحظوا هنا يعني إثيوبيا أكبر من بولينيس، على قولتي مثلا محمد أكبر من إبراهيم. مزيان، هنا لاحظتوا معايا هاد الكلمات اللي كتبنا بالبنفسجي، بلو ك، هذا يعني شنو هو بعدا الكومباريزون؟ لا كومباري يعني هنا لا كومباريزون يعني هنا كندير واحد المقارنه، يعني كومباريزون هي مقارنه باش لان هذا يعني لا كومباريزون هي مقارنه باش نبداو، يعني كناخذ شي حاجه كنقارنو لو كومباري اي كومبارون، يعني كنقارنو مثلا هذا مع هذا، مثلا قلنا ان اثيوبيا اكبر من بولينيس، فهمتوا؟ اذا هذه المقارنه، يعني داك الشيء اللي فيغور دو ستيل ديال الكومباريزون باش غادي نعرفوا هو بسيط، هو اسهل من فيغور دو ستيل. لي فيغور دو ستيل هو كيكون فيه يعني ليزيكسبرسيون ديال لا كومباريزون، مثلا بلو كو، مثلا نقراو هذه بلو كو يعني مقارنه، مثلا إثيوبيا أكبر من إثيوبيا أكبر من بولينيس، اللي كاين يعني قارنا إثيوبيا بولينيس، شكون علاش شكون اللي بين المقارنة ديالهم هو بلو كو. مزيان، ثم لي زونفون سون موا فور كو لي زادولت، يعني الأطفال هم أقل قوة من الكبار، بين نعم الكبار. هنا عاوتاني قارنا الأطفال، هنا قارنا هذه الجملة، قارنا إثيوبيا مع بولينيس. مزيان، فهذه الجملة قارنا لي زونفون مع لي زادولت، les enfants ma les adultes les enfants ma les adultes قلنا دي ان هاد لي زونفون اقل قوه من الكبار. مزيان، هنا شكون بين ولا كاين لا كومباريزون فيغ دو ستيل، لا كومباريزون هو مونكو
Quoi? Expression. Expression, les outils. Quel gros lot. Madame, elle a d'autres outils, elle a d'autres outils. هذا حتى هو اوتي غير هذو اللي كتبنا بجوج يعني راه مجموعين مثلا موان كو بلي كو اش غادي تفهمو اذا هادو لي زوتي كذلك اذا هنا لو ستيلو دو علي يعني قلم ديال علي كوم لو ستيلو دو ابراهيم يعني نفسه ستيلو ديال ابراهيم بحال ديال ابراهيم اذا هاد لوتي اللي كتبين لنا انه راه كاين لا كومباريزون كوم اذا كاين بزاف ديال ليكسبرسيون انا غادي ننصحكم لي بغا شوف لي بغا يعني هذا ديال لي زوتي يعني ليكسبرسيون دو لا كومباريزون راه غادي نخليه في التحت ديال الرابط غادي نخلي واحد الرابط لتحت باش تدخلوا ليه ديريكت باش يكون عندكم هذا الشيء ساهل تفرجوا في هذاك الفيديو راه ساهل وبسيط وبسط فيه لا كومباريزون فعلا مضيع تاعها ديال سنة تاع هذه ولكن صالح لكم حتى نتوما راه غادي نخليه في العلبه هيك ان شاء الله هذيك العلبه اللي كاين لتحت غنخلي الرابط اذا كون يعني هنا قارنا لو ستيلو دو علي مع ستيلو ديال ابراهيم هذا هو المقارنه يعني لا كومباريزون راه بسيط بالاوتي هذا راه بسيط الى غير لقيتي لي ديكسبرسيون غنخليهم لكم في الرابط في تحت الفيديو ديالو باش تفرجوا فيه راه واعر وزوين وبسيط وبسطوا على شكل خططة صافي يلاه كنتمنى لكم النجاح والتوفيق اذا لا تنسوا لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل جرس الاشعار كل جديد شكرا جزيلا على المتابعه الى دصيفكو دو ستيل غادي نمشيو نديرو لا ميطافور حياكم الله شكرا